السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. بمد معكم على فيديو البنات. راني كنحط فيديو كل ماشي كل نهار، نهار اه ونهار لا. بالنسبة للبنات اللي كيسولوني كيقول لي حياة فين كتغبري ما كتحطش هنا لي فيديو، البنات بقا تدخلوا نهار يا ونهار لا تشوفوا القناة، ولا بقاو تدخلوا يوميا تشوفوا القناة حتى تلقاو فيها لي فيديو، حيت اليوتيوب فيه شي مشكل ما كيوصلش لا نوتيفيكاسيون للناس. يعني بقاو تدخلوا تشوفوا، وقبل ما نبدا معكم لا فيديو ما تنساوش تلايكوا لي لا فيديو باش نعرف واش لا فيديو عجبكم ولا لا، حيت بلي لايك كنعرف واش لا فيديو عجبكم ولا ما عجبكمش، نقدر نزيد لكم بحال هاد الوصفات ولا لا. الا كتبغوهم البنات ما تنساوش تقولوها ليا نزيد لكم منهم اكثر. لا فيديو ديال اليوم جايبه لكم وصفه كتحمق البنات وزوينه للشعر زوينه للبشره، يعني كتنقي من التصبغات، وبالنسبه فيتامين فيها فيتامين للوجه والبشره والشعر والكل شيء. كما كل شيء عارف على الويفيغا، الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى البنات. الفوائد ديالها هي مبيض، مبيض بعدا مبيض للبشره، مبيض طبيعي للبشره، وكتعطي لمعه للشعر، وكتطوله، وكتنقي الوجه من تصبغات البشره كلها، يعني ماشي اون جينيرال ماشي غير الوجه، كتنقيه من التصبغات. اللي ما عارف شنو هو التصبغات، هو فاش كتكون بلاصه كحله وبلاصه بيضه كتنقيه، كتوحد اللون كما كنقول كتوحد اللون في البشره. انا البنات غتجيكم هاد الويفيغا اللي عندي شويه بيزار ما فيهاش بزاف ديال الوجيل، على قيتاش انا غارسها غير في السطل عندي في الدار، ما خديتهاش ما شريتهاش من السوق. بالنسبه للناس اللي بغاوها وبغاو فين يلقاوها، راه السوق عند العشابه تقدروا تلقاو عندهم الويفيغا، راه كدير شي 40 ولا 50 درهم للكيلو، يعني ما غالياش بزاف، كيعطيكم مرسو كبير البنات تقدروا تستعملوا من ديروا منه 10 ديال الاستعمالات ماشي وحده. هلي انا عندي هذيك شويه صغيره ما فيهاش بزاف ديال الوجل، كما كتشوفوا غادي نديرها في الميكسور غادي نميكسيها. البنات انا درت غلط ما ميكسيتهاش مع الماء حيت غتجي ثقيله بزاف، نتوما ميكسيوها مع الماء، زيدوا معاها شويه تاع الماء باش تجي شويه، باش تجي شويه دايره شويه شويه ليكيد، دايره شويه بحال الماء باش تقدروا تستعملوها، يعني تكون كافيه لكم للشعر والبشره. غادي تميكسيوها بزاف وماشي وعادي، الا كانوا فيها دوك المرصوات شويه ديال الخضرين هكاك ديال القشره ديالها عادي، حيت انا البنات ما عنديش فيها بزاف الجل، يعني فاش كنحيد الجل تخلط ليا مع شويه ديال القشره. كتشوفوا لا تيكستور ديالها البنات كي كتجي شويه شويه قاسحه حيت ما خلطتش معاها الماء، هذا هو الديفو اللي درت. وبالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل ديال الشعر، الشعر كرد حرش مرطبش، ما مرطبش زعما ما رطبش ما رطباش الضغبه عندهم، جربوا هذه الوصفه وتبعوها يوميا، ولكن يوميا بالحق، ما ديروهاش واحد النهار وتقولوا لا كنتسنى ولا غيزولتا، خصكم ديروها بزاف ديال المرات باش تقدروا تشوفوا لا غيزولتا. غادي تعجبكم اكيد 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 اكيد، غادي تعجبكم هذه الوصفه وغادي تشكروني عليها. استعملوها وما تنساوش تخليو لي في التعاليق وتقولي لي الا كنتو ديجا مستعملينها ولا الا كان ولا ديجا جربتوها كيف واش عجبتكم. المهم كما كتشوفوا انا درتها في تقشيره، تقشيره عاديه، التقشيره عند المغربيه جورب اللي ما عرفش شناهي التقشيره، هو الجورب داك كيكون شويه رطب هكا كنقدروا ندوز داك الجورب ديال الحنه اللي كندوزو منه الحنه، هو هذا نفس الشيء دوزتها منه البنات باش يحيد لنا هذاك داك لي مورسو الخضرين، حتى الا بقاو ماشي مشكل يعني عادي راه ما غادي تغسلو، غير بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش. وغادي نزيدها البنات، غادي نزيدها جوج معلقات ديال القهوه ديال العسل، عسل عسل طبيعي البنات، عسل طبيعي ضروري يكون عسل طبيعي. وانتم عارفين الفوائد ديال العسل ما هي، هي راهي كينقي المسامات ديال البشره وكيمنع ظهور الحبوب، حب الشباب واي حب، يعني اي حب كيخرج في الوجه، كتعرفوا راه كيكونوا بعض المرات عندنا الهرمونات كيطلعوا لنا في الوجه ديالنا كيخرجوا لنا حبوب، يعني كيمنع الظهور ديالهم وكيرطب البشره وكيحارب التجاعيد والكزيمه والامراض الجلديه، يعني الفوائد ديالها تعد ولا تحصى بلا ما نعاود لكم. ومعلقه ديال زيت ارغان طبيعي، يعني زيت ارغان ماشي ديال الماكله، كوسميتيك معلقه منه كبيره، تقدروا البنات تبدلوه باي زيت اخر ماشي ضروري انه يكون زيت ارغان، تقدروا ديروا زيت الخروع، تقدروا ديروا زيت زريعه الكتان بزاف، المهم راكم عارفين حتى الفوائد ديال زيت ارغان، هو من الزيوت الطبيعيه الهامه الهامه هامه جدا البنات للجسم يعني والشعر، رائع 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 رائع، حيت هو غني بالفيتامين اش والاحماض الاوميغا الدهنيه، وكيساعد البشره من كيحميها زعما من الجفاف ومن حب الشباب، وهو راه مزيان للرموش والشعر، يعني كيطول كيقوي وكيرطب الشعر.
رائع رائع رائع، رانا الفوائد ديالو ما غادي الا بقيت نحسب لكم هنا ما غادي نسالي معكم الفيديو حتى لغدا ان شاء الله. كما كتشوفوا رانا خلطت كل شيء مع بعضياته، يعني ما تنساوش البنات اللي بغيتوا ديروا الماء مع الويفيرا زيدوا عليها شويه ديال الماء بارد من الاحسن، حيت الماء بارد من الاحسن للبشره على الماء سخون. ديروا الماء بارد. انا غادي ندهن البشره ديالي البنات كلها، انا وريتكم في لا فيديو دهنت غير وجه ويديا، يعني تقدروا البنات تدهنوا البشره ديالكم كلها بهذا الماسك، ما خفتوا منه حتى شي حاجه، يعني راه غزيول ورائع ورائع، وكترطب البشره ديالكم غادي تحسوا باللي هي رطبه من بعد، يعني ما غادي تحتاجوا تبقاو ديروا كريمات وزيوت فاشكل بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ناشفه بحالي. انا عندي البنات البشره ديال الجلد ديالي وخصوصا ديال رجليا كتكون ناشفه بزاف، وانا ما كنستعملش البنات لا كريمات لا حتى شي حاجه بزاف، كما كتعرفوا علي راني ما كنديرش الماكياج بزاف وما كنستعملش لي كريم بزاف، يعني قليل. انا ضروري غنستعمل شي حاجه تكون بيو، نعرف المصدر ديالها منين جاي، ماشي اي حاجه لقيتها ولا اي كريم لقيته قالوا لي عليها مزيان غادي نطليها انا على نهزو نديرو على كمارتي ونطلع عليها، لا 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 غادي نفكر. قال لك الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، يعني فكروا مزيان، يا ديروا المواد الطبيعيه يا يعرفوا المصدر ديال البرودوي ديالكم منين جاي، ولا تكون شي بلاصه موثوقه، يعني عارفين داكشي اللي كيديروا راه شي حاجه طبيعيه وما غاديش يخسر لكم شي حاجه. حيت دابا هادشي اللي ولا دابا اي واحد ولا كيخلط في الكريم وكيحطهم، كلشي بغى يدير لي كريم، كلشي بغى يخلط ويحط باش يربح الفلوس. ولكن ما كتشوفوا انا دهنت بيه البشره ديالي، غنخليها حتى ينشف، ودهنت بيه حتى الشعر ديالي تقريبا تقريبا. ديروها البنات وانتم بغيتوا ديروا الميناج للدار ولا عندكم شي تخمه ولا شي حاجه، ديروه وجلسوا خملوا تقريبا شي ساعتين، المهم في البشره ديالكم ماشي مشكله، مش الشعر ديالكم على الاقل غيبقى شي ساعه ولا ساعتين تقريبا، المهم المينيمم كاع المينيمم كاع 20 دقيقه باش يشرب، باش الشعر يشرب الماسك مزيان، يشرب دوك الفوائد ديال الماسك. المهم هادشي هو، هذا هو لا فيديو، يعني نخليكم مع الفيديو حتى الاخر ونقول لكم غرو بيزو وتهلاو في راسكم، ما تنساوش تلايكيو بلا لايك، كنعرف كما قلت لكم واش الفيديو عجبكم ولا ما عجبكمش. البنات راه من بعد الماسك اكيد غادي اكيد 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 غادي يعجبكم الماسك، وغادي تشوفوا لا ديفيرونس في الشعر ديالكم، غادي فاش غادي تساليو الشعر وتدوشوا غادي ديروا لي البروشينغ، غتجيكم واحد اللمعه فيه رائعه يا البنات، غادي يكون في الشعر ديالكم يعطيكم واحد اللمعه زوينه 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 بزاف، اللمعه غتكون فيه واحد اللمعه. انا راه كان انضغطت البشره ديالي، خرجت من الدوش وكان ساكن انضغطت البشره ديالي، يعني هذاك البنات عطاك واحد البرودوي بيو، يعني قلت لكم ما قلت لكم راه ما كنديرش اي حاجه للوجه ديالي، قليل ما كنستعملش لي برودوي، ولكن اللي كنستعمل كنستعمل شي حاجه يعني تكون شي حاجه تكون مزيانه، كندير شويه الماساج للوجه ديالي. المهم خليكم على فيديو حتى الاخر، ونتمنى تجربوا هاد الوصفه، وغرو بيزو ليكم.